السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا الفيديو ده مش قصه حد بعينه، دي ناس كتير كانوا بيبعتوا لي رسائل نفس المغزى، حوالي منهم 3 رسائل او 4 يقولوا لو سمحت اعملي فيديو اتكلمي في الموضوع ده، علشان انا يعني عايزه اسمع الفيديو ده لفلانه او لحد ومش عايزه الكلام يبقى على لساني. مجمل الرساله او المعنى بتاعها بيقول ايه؟ انا مخطوبه او متجوزه لشخص، الشخص ده اكتشفت انه بيعمل حاجات كتير يعني تغضب ربنا، زي انه بيتفرج على حاجه مش كويسه، زي ان هو بيتتبع عورات النساء، زي ان هو بيعاكس او حاجات زي كده. اكمل معاه ولا لا؟ بصي انا مش هتكلم في اي جانب ديني لان دي مش منطقتي ومش بتاعتي، ولازم تسالي فيها حد يفقه ويفهم الدين. ممكن يكون حرام انك تكملي، انا معرفش، او ممكن تكون عايز ربنا يهديه، فالشق الديني انا ما اقدرش افيدك فيه خالص. لكن الشق النفسي والاجتماعي واللي انا ممكن احاول اساعدك انك تاخدي فيه قرار، مبدئيا هيختلف ما بين الشخص ده خاطب ولا متزوج. خلينا برضو نتفق ان اي سلوك احنا بنكتشفه في الشخص الخاطب سهل جدا ان احنا نبعد خالص، لو هو ملوش علاج سهل ان احنا نبعد مفيش مشكله. لكن بعد الزواج الدنيا بتختلف شويه، خاصه لو في اطفال وفي بيت، بقى بنقول لا ما ينفعش نهدم الدنيا، نحاول نوصل لاقصى حاجه في الحلول ان احنا نحاول نحل فيها. لو الراجل ده جوزي اكتشفت انه بيتفرج على حاجه مش كويسه، ايه اللي ممكن اعمله؟ انت مش هتعملي حاجه خالص تتاخد عليكي او حاجه تجبريه انه ما يتفرجش. ليه؟ اللي بيتفرج ده عنده مشكله، ذنب كبير بيعمله، وفعلا ذنب، فتنه، فتن. لو انت متجوزاه وهو كده وعارفه وزهقتي، لا دي حاجه تانية. لكن لو انت متجوزاه كويس ما فيهوش مشكله، بيتقي الله وفتن، قدامنا حلين. اول حاجه ان انت تتغاضي خالص وما تعرفيهوش ان انت شفتيه او عرفتي ان هو بيتفرج، وتخلي وتفضلي تدعي له، وذنبه ده ما بينه وما بين الله سبحانه وتعالى، بس تحاولي تعفيه، تغضي بصره، تشوفي الحاجات اللي بيحبها وتعمليها له، وتتكلمي معاه بصوره غير مباشره في انك انت ايه اللي انت مش باسطك، او ايه اللي انت شايف ان هو ناقصك في 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 حياتك معايا، عشان كده بتضطر انك او ممكن يخليك تبص بره. يعني محاولات كده انثويه ان انت تعرفي منه. حل تاني، لو لقيتي الموضوع بقى زياده عن حده ما ينفعش تسكتي فيه او عليه، هنا بنقول لك حاولي ان انت تتكلمي معاه بسلاسه بهدوء، اعرفي منه الاسباب، ايه اللي وصلك للحاله دي، ايه اللي خلاك تعمل كده، طيب انا مقصر معاك في ايه، طب انا مش عايزه ربنا يعاقبنا بذنب، ده ذنب كبير مش عايزه ربنا يعاقبنا بيه. ادخلي له من الجانب الديني برضو، ان انت خايفه عليه من عقاب الله ومن عذاب الله، وان هو متزوج واللي هو عايزه انت هتعمله له فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. فادخلي من الجانب الديني، ادخلي له برضو من الجانب يعني انا مش عايزه تحصل ما بيننا مشاكل بسبب الذنب ده، لان ما فيش حياه بتبقى ما بين راجل وست وفيها ذنوب وبتعدي من غير مشاكل. لا تزر وزره وزر اخرى، ولكن ممكن ربنا يعاقبك فيا، ممكن ربنا يعاقبك في البيت نفسه. عارفه انت تتكلمي معاه بهدوء، اوعي حد يعرف حاجه زي دي، اوعي تشتكي لحد من حاجه زي دي. في ذنوب كده لو اتعرفت الانسان بيتبجح فيها، لان هي تبقى كبيره جدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلما تتعرف خلاص بقى، ما انا تجرأت على الله بقصد او بغير قصد، تجرأت على الله بالمعصيه دي. هل تجرؤه على الله والعياذ بالله هيجي اقل من تجرؤه على البشر؟ هو خلاص يعني عمل حاجه عظيمه. فان انت تفضحيه قدام حد او تقولي لحد او تقولي له انا هشتكي لحد ان هو يخليك ترجع اللي انت فيه ده، انت كده فضحتي زوجك ودخلتي في طريق هددان بيتك. تالت حاجه كسرتيه قدام نفسه وقدام الناس وخليتيه مش همه خلاص. ولو هو شخص مش همه الذنب او مش فارق معاه او ضعيف من ناحيه الذنب، هيكمل مش هيهمه بقى مين اللي عرف.
فهي الفكرة كلها في الخصوصية ما بين الزوجين. استعيني بالله، بلاش تفضحي زوجك، بلاش تتكلمي في الموضوع ده مع عمال على بطال، التمسي الاعذار والتمسي العذر، وعرفي ان ده ذنب كبير جدا بينه وبين الله، وربنا كفيل انه يبعدوا عن الحاجه دي، بس انت ادعي له كتير، وما تقعديش كل شويه تفكريه، علشان ممكن يكون هو يعني بدا يبعد، وانت لما تفكريه فيا اما تخليه يرجع تاني للموضوع ده بعند او ايا كان السبب. ففي حاجات ما بين الراجل والست المفروض تتعلمي منها كويس جدا علشان ما تتفاقمش، ودي من الحاجات اللي انا عايزاكم تخلوا بالكم منها جدا. اي ذنب ليه علاقه بشهوه او بفتنه خليكم حريصين جدا وانتم بتتكلموا فيه، لان احنا ساعتها مش بنتعامل، او الشخص اللي بيقع عليه الذنب ده مش بيتعامل بطبيعته، بيبقى شخص مفتون تحت تاثير الشهوه، تحت تأثير الفتنة. خلينا رحيمين بيه ودعولهم كتير جدا، بلاش يطلعوا أسراركم برا. استنوني إن شاء الله فيديو تاني، واللي عايز فيديو معين أو حاجة معينة أتكلم فيها اكتبوا لي تحت في الكومنت. السلام عليكم.